أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. دكتورة سماحة عزب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم. وأحيانا تكون الآيات تودينا يعني لفهم، وحضرتك بقى توضح لنا الفهم الصحيح. الشيطان هو اللي هيفكرني فإذا هم مبصرون؟ مش فاهم، فهميني بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، حمد لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه. احنا متفقين ان القرآن الكريم فيه علاج لكل آفات النفس البشرية. فالآية بتقول لنا على حاجة احنا ممكن ما تجيش في بالنا. هو الناس المتقين ممكن يغلطوا؟ ما هم بشر برضو، ممكن يغلطوا. ما هي بص حضرتك، إن الذين اتقوا يعني دول المتقين، دول المؤمنين، ومش مؤمنين بس، ده دول بيجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، أو بينهم وبين النار وقاية، يعني على درجة عالية. بس هم في الأول وفي الآخر بشر. بس إيه الفرق في فرصة وقوع الخطأ من الناس اللي هي بعيد عن ربنا والناس المتقين؟ الناس اللي بعيد عن ربنا ممكن يقعوا في الخطأ بسهولة، عشان كده الآية اللي بعدها وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يعني إخوان الشياطين بيعرفوا يضحكوا على بني آدم اللي هم سلموا لهم وبعدوا عن ربنا، ثم لا يقصرون، مش بيبطلوا الشر، يعني بيقول ما بيقصرش الشر. طب المتقين بقى إيه؟ لا، إذا مسهم طائف. كلمة طائف دي يعني طف من حواليه، يعني مجرد تخيل للشر أو تخيل للمعصية يرجع بسرعة. ليه؟ عشان يفوقوا، عشان عنده مناعة. هو ده اللي بنقول، عارفه حضرتك لما واحد عنده يجيه مرض في فيروس منتشر بس هو مناعته قويه، اهو ده بالظبط اللي بيحصل. لو هو من المتقين، لو هو مع ربنا دايما، اول ما يجيله بس كده خيال من الشيطان او وسوسه ان هو هيقع في الخطا، يقوم راجع بسرعه. فاذا هم مبصرون، يعني يتبصر للحقيقه. قبل الايه دي كان في ايه؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. كان الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والامر باللجوء الى الله عشان ربنا ينجيه من كيد الشيطان. سميع عليم، سميع لدعائك، عليم بحالك. يعني الشيطان متربص بالإنسان، وده أصل العداوة للدنيا كلها. ما هو اللي قال، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فخد بالك دايما مهما تماشي في الطريق الصحيح، ممكن يجي لك وسوسة من الشيطان. بس بقى الصح أنت تأثيرها عليك قد إيه؟ هترجع بعد قد إيه؟ يبقى أنا لما أعرف كده، أنا ما أقعدش بقى إيه منتظر الوسوسة هتجيلي منين أو الغلط هيجي منين. لا، أنا قوي مناعتي، أنا أكون مع ربنا سبحانه وتعالى، أتقرب إلى الله بالطاعات، وأهم حاجة الإخلاص. الإخلاص في كل حاجة والإخلاص في الطاعة. طيب، عايزة أقف عند إيه معنيين كده، طائف ومبصرون. طائف دي يعني إيه؟ جالي كده هاتف، جالي كده فكرة. صح. طائف دي يعني جات لي فكرة من بعيد، يا سلام لو شربنا خمرة، يا سلام لو قلعنا، يا سلام لو مثلا قتلنا. يا طائف من بعيد كده، يعني كده يعني ده المعنى. هو معناها كده سواء في الطاعة أو في المعصية. طب يجي لي في الطاعة إزاي؟ بقول لك إيه، أخر الصلاة كمان نص ساعة، أصل يعني لسه معاك متسع من الوقت. بص، انت دلوقتي رايح تتصدق، شفت رساله خير، مطلوب منك انفاق، مطلوب منك تساعد حالات، وقلبك اتاثر بيها في اللحظه دي. بعد كده الشيطان يجي يقول لك لا لا لا، ما في غيرك ممكن يساعد، هو يعني ربنا هينساهم. بصي جايبها منين؟ او انت عندك مناسبه، او أي. عندك لسه المدارس داخله، ده احنا المصيف، ده لبس الصيف، ده كسوه الشتاء، نفضل طول الوقت في طلباتنا طول الوقت موجودة طبعا. فطول الوقت في حد ممكن يوصله لك عن طريق هو الشيطان هاتف، أو ممكن عن حد إنسان، ناس عادية. هو يخليك تستجيب للكلام المحيط بيك. شوفي بقى حضرتك لحد فين، يعني ممكن مثلا فكره تجيلك، او مثلا بنحكي عن ان في كذا حاجه مطلوبه زي المدارس والمصرف وحاجات كده ورا بعض، يقول لك بصي بقى، هو بيلفت نظرك. ناخد بالنا ان من حال الشيطان ان هو بيدخل من الحاجه اللي انت ضعيف فيها، او الحاجه اللي هي اهتماماتك. فانا اعمل ايه عشان اقطع كل ده؟ لا، ابقى مع ربنا دايما، اكثر من الذكر. ناخد بالنا ان من فوائد الذكر ان هو بيطرد الشيطان. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، المعوذتين من شر الوسواس الخناس في اخر السوره. يعني ايه وسواس خناس؟ يعني يوسوس لك ويختفي. الخناس دي يعني يخنس ويختفي.
بدات الصوره كل اعوذ برب الناس وانتهت من شر الوسواس الخناس، يعني يقول لك ويرجع ما يفضلش مصر كده يشوف الناحيه دي نفعت ولا ما نفعتش، طب اشوف حاجه تانية. المهم في الاخر انه يوصل لهدفه ان هو ينحيك يبعدك عن ان انت تقدم على فعل الخير. ماشي معصيه ماشي، او تقلل في الطاعه ماشي، او يدخلك الرياء في الطاعه. فكل ده حاجات ناخد بالنا منها. طيب وكلمه مبصرون يعني مدركون، يعني مبصر ده يعني ايه؟ يعني يشوف مدرك الحقيقه. او في ادراك كده. ايوه عارفه حضرتك ده هو ايه؟ يبصر بعينه. يعني ايه يبصر؟ يعني واحد شايف. يعني يشوف الحقيقه ويشوف ان الوسوسه دي هي هتبعده عن طريقه وعن هدفه. فلما نركز في الايه كده نعرف ادي حال المتقين وادي حال الناس اللي كانوا مع الشيطان، فالواحد يدرك هو عايز يكون مع مين. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن الكولدرات، والكولدرات لسه بتنزل دلوقتي لانه لسه الحر شديد النهارده، كان يعني كان في حر الايام اللي فاتت والنهارده، فنروح نشوف الكولدرات ونرجع نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، احنا في قافلة كل ديرات، المكان محتاجه قوي وسط الحر الشديد ده جدا 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 على أرض الواقع. يا جماعة لما بنطلع نكلمكم في التلفزيون ونقول كل ديرات ونقول مبادرة لجمعية البر والتقوى، احنا مش بنقول وخلاص، لا احنا موجودين في أرض الواقع مع الدراسة العظيمة لجمعية البر والتقوى في مسألة واجب المكان واجب الزمان. الدنيا حر جدا جدا جدا، فجمعية البر والتقوى عاملة مبادرة كل ديرات المية على مستوى المحافظة من أقصاها لأقصاها في كل مكان. عايزين يا جماعة نساهم في هذه المبادرة. قدامكم هو يا جماعة مبادرة كل دير ميه، كل ديرات الميه في الجو الحر الشديد ده اكتر حاجه تكافئ بيها حد من اسيادنا الفقراء كوب ميه بارد، كوب ميه نظيف. يقول الله عز وجل: واجعلنا من الماء كل شيء حي. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسرع الصدقه سقي الماء. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبه اجر. اي حاجه بتشرب من الميه انت بتاخد الاجر والثواب، فما بالك بالانسان، ما بالك بالبني ادم اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه. يا جماعه يلا بينا نشارك في المبادره دي في الوقت الحر الشديد ده، في الناس محتاجه شربة الميه بجد. جمعيه البر والتقوى دايما هتلاقيها في كل مكان، دايما موجوده ومعاها بياتي الخير، بتدور على احتياج الناس وبتعمله، ولما بتعمله بتعمله على احسن ما يكون. مش بتعمل المبادرة وبس، لا ده بتعمل متابعة وصيانة ما بعد العمل، والمتابعة والصيانة أهم شيء محتاجاه الحاجة. يعني الكولدير ما شاء الله تم تركيبه دلوقتي، كولدير مية جميل أهو قدامكم أهو يا جماعة. أكتر حاجة تتقرب بها ربنا دلوقتي بجد شربة مية باردة في كبد حد من أسيادنا الفقراء، من أكثر احتياج الناس دلوقتي المية. فالجمعية عاملة مبادرة عظيمة جدا، مبادرة المياه، توصيلات المية، محطات التحلية، مبردات المية، مبادرة عظيمة جدا جدا جدا، مبادرة مبردات المياه على مستوى الجمهورية تصل إلى ما لا نستطيع الوصول إليه لأسيادنا الفقراء علشان يشربوا شربة مية نظيفة وشربة مية باردة مع التركيب والمتابعة والصيانة. وقد إيه المتابعة والصيانة بتكلف يا جماعة؟ أنا محتاج إن إحنا كلنا نبقى مع جمعية البر والتقوى في هذه المبادرة العظيمة، مبادرة مبردات المياه. زكاتك وصدقاتك الجارية وصدقتك مع جمعية البر والتقوى. إن الحسنات يذهبن السيئات، ودي يعني المتنفس اللي ربنا سبحانه وتعالى عملهولنا، لأنه مفيش بشر على وجه الأرض لا يخطئ،
كل الناس كل يعني كلهم خطائين يعني، وخير الخطائين التوابون. والتوبة هنا بتبقى أسهل وأسرع بعمل الخير، إنه إحنا نقوم نجري نعمل حاجة عشان نمسح الحاجة الوحشة يعني. ففي حاجات تبقى غالية علينا، في حاجات تبقى نقدر بسرعة نخلصها. ف يعني هل ده فعلا يعني هيساعدنا ان احنا نتخلص من اخطائنا؟ طبعا يا الآية الكريمة ان الحسنات يذهبن السيئات بتقول لنا اي سيئة انت عملتها على طول اتبعها بحسنة عشان ان هي تمحو السيئة او ان هي تجبر الخطأ اللي انت عملته. دي حاجة. عارفة حضرتك الصحابة فهموا ده، كان في غزوة اسمها غزوة تبوك. الغزوة دي في ناس تخلفوا عنها بعذر وفي ناس تخلفوا من غير عذر، كان منهم ثلاثة دول القرآن الكريم اتكلم عنهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا ثلاثة دول عملوا ايه؟ لا هم ما خرجوش يعني عشان عذر ولا حاجة، هم ما خرجوش كده، الشيطان ضحك عليهم. فقعدوا لما انتهت الغزوة، طبعا كانت الغزوة دي فيها حر شديد، خلاص هم رجعوا المدينة، فالناس جه أمر بمقاطعة هؤلاء الثلاثة، يعني خلاص ما حدش هيكلمهم تاني لحد ما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وعرفوا خلاص، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، خلاص لجأوا لربنا. كان منهم واحد بعد ما نزل أمر ربنا بالتوبة عليهم بقى بيتصدق بكل ماله، وقال إن من توبتي أن أنخلع من مالي. يعني إيه؟ يعني أنا أخلص كل مالي وأدفع كل حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى يتوب علي، عشان ربنا يغفر لي، عشان أكبر التقصير اللي أنا عملته قبل كده. شوفي حضرتك كل ماله، مش قال أنا هعمل شوية. فكلنا بنخطئ. طيب علاج الخطأ إيه؟ علاج الخطأ إن الواحد يحسن ودايما يحاسب نفسه، لأن العمر مش مضمون. العمر ده زي ورقة امتحان إحنا بنكتب فيها ومش عارفين الورقة دي هتتسحب مننا إمتى. فلما جينا النهاردة رسالة خير، خير وأمان من جمعية البر والتقوى، وتقول في مساهمة وفي مبادرة لتوصيل مبردات المياه في أماكن كتير أنت ما تقدرش توصل لها. شفنا في التقرير شكل البيوت، البيوت معمولة إزاي وما فيش مصدر مية، حتى لو كان في مصدر مية فما فيش مصدر مية الساقعة. طب أنا أفتكر بقى أن من شكر النعمة أن زي ما ربنا سبحانه وتعالى رزقني بالماء البارد ده أن أنا أوصله لغيري، وأفتكر دايما أن الشكر يزيد النعم. يبقى أنا عايز ربنا يزود نعم. أيوة لإن شكرتم لأزيدنكم. عايز النعمة تزيد، عايز ربنا يبارك لي فيها، عايز ربنا يبارك لي في الصحة والعافية ويبارك لي في أولادي، وألاقي دايما عندي كده رصيد. الرصيد ده هينفعني في أي ضيق أو في أي كرب. أعمل إيه؟ أبتدي إن أنا أعمل خير ولا أنتظر إن الضيق يقع. يعني عارفة حضرتك في ناس بتعمل إيه؟ تستنى لما يتقع في المشكلة وبعدين تفتكر إنها تتصدق. لا أنا ما بعملش كده، أنا بعمل اللي ربنا أمرني بيه. أنا عايز يكون ليا رصيد من الحسنات. المية خصوصا لها ثواب كبير، لأن مفيش حد ممكن أنه يستغنى عن المية أبدا. كمان أفتكر أحبابي وأهلي والوالد والوالدة اللي فارقوا الحياة وهم في مكانهم ده، إيه أجمل حاجة أفتكرهم بيها؟ هي أن أنا يعني أوهب ثواب مبرد مية، خصوصا المبرد، لأن قد إيه الناس بتكون محتاجة ليه. كم واحد بقى هينتفع بيه؟ العمال اللي ماشيين في الطريق، الناس اللي عايشة في القرية دي، خصوصا أن أنا مش هقدر أوصل للأماكن. أنا ممكن حد يستسهل ويعمل جنب بيته، بس جنب بيتك ده في مصادر كتير للمية. لو احنا مثلا في القاهرة أو محدش فينا هيقدر يوصل للأماكن البعيدة اللي بتوصل ليها جمعية البر والتقوى. طيب جميل، نروح نشوف تقرير آخر ونرجع نكمل حلقتنا. نبدأ أول إنجاز في مشروع الحلم. الحلم الثاني، إحنا أحلمنا كتير في البر والتقوى. لما شفت النساء واقفة على الطريق الدولي الساحلي الساعة 6 الصبح في عز الشتاء، وقفت سألتهم رايحين فين؟ قالوا رايحين نشتغل في مصانع في بورسعيد للخياطة. فقلت ليه ما نعملش هنا مصنع خياطة بدل ما بيتبهدلوا في الشتاء إن إحنا نشغلهم جنب بيوتهم، وياخدوا نفس اللي كانوا بياخدوه في بورسعيد. وبدأت الفكرة من هنا. أعلننا عن مشروع حرفتك في بيتك لتشغيل 1000 يد عاملة ما بين امرأة
وما بين رجل وشاب. وبدأنا الفكرة في دمياط من هنا في مشغل البر والتقوى، وبدأنا التدريب بفضل الله عز وجل، ونجحنا بمساعدتكم طبعا ان احنا نوصل للمستوى اللي انتوا شايفينه ده. من هنا ورايح هتشوفوا في الأسواق منتج اسمه البر، هتلاقوه في كل الزي، المدارس وغير المدارس ان شاء الله. تابعونا وبمساعدتكم هننشر الفكرة على مستوى الجمهورية في مشاغل كتيرة جدا، وان شاء الله هننتج وهنبيع بسعر التكلفة عشان نواجه الغلاء، وفي نفس الوقت نفتح فرص عمل للناس، لأن مصر مش هتنهض إلا بمشروعات الحرف الصغيرة. طبعاً مع دخول المدارس بقى في هم على قلب ناس كتير، انه الولد كبر والجزمة مش على قده، البنت كبرت وخلاص البلوزة ولا القميص ولا الشيرت ولا التيشيرت ولا كده مش داخل فيها، فكده كده لازم نجيب، ودي مبالغ، وعلى قدر بقى دخل كل واحد برضو بتبقى مبالغ. فهم عملوا المعرض ده علشان يعملوا الزقة دي بتاعت دخول المدارس، تفريج الكرب بقى عن الام اللي زي ما حضرتك وصفتي هي بتفكر في ايه. كل ده الابن والبنت وعايزين بلوزه وعايزين كذا وكذا، ونبص نلاقي هي مفيش عندها قدره ماليه عشان تجيب لابنها. مدى الحسره اللي بتحس بيها وهي يعني حاسه بالضيق بقى، ان هي مش قادره توفر لابنها اللي هي المطلوب منها. انا افكر كده، يا ترى انا قدمت ايه لبكره؟ طيب الصحابة كانوا بيعملوا، كانوا بيتنافسوا على فعل الخير، مين يدفع أكتر، مين يدفع أكتر عشان يبقى له يعني رصيد من الخير. لما أشوف مبادرة زي دي فيها خير كبير قوي، شوفي حضرتك فيه تفريق كرب عن كم عامل وعاملة، زي ما احنا شفنا المراحل الكتير من أول القص وبعدين الخياطة وبعدين المكوة وبعدين كل اللي احنا شايفينه ده لحد ما يوصل المنتج للآخر، كم حد اشتغل فيها، يعني كم أسرة أصبح ليها دخل. طيب بعد كده كم طفل وكم أم وأب يعني أزيل عنهم هم دخول المدارس وهم الاستعداد للمدارس. طب كم طالب اتعلم وكم ولد احنا كده ساعدناه انه ما يتسربش من التعليم عشان وفرنا له الهدوم بدل ما هو كان بيبقى مكسوف وهو رايح المدرسة، ادخلنا السرور عليه. اقعد افكر في كل الخير ده، طب انا ايه اللي يمنعني عنه؟ اللي يمنعني عنه ان انا اقول يمكن ما يكونش عندي بكرة، طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى اللي رزقني النهاردة هيرزقني بكرة. ويمكن دي رسالة خير، أو أنت اخترت عشان تشوف النهاردة الرسالة دي وتشوف المبادرة دي وتساهم فيها، يعني جات لك الرسالة باب خير اتفتح لك. أنا لما لقي كده لا ده أنا أقدم عليه، ما فيش حاجة تمنعني أبدا. أفتكر دايما طول الوقت أن الشيطان لما قال قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هيشوف رسالة زي كده ويقول لك خلاص، طب بس أنت كفي ولادك، طب أنت بس يعني إيه استنى البكرة، طب أنت عندك مصاريف كذا. أفتكر كل ده لا، انا احاربه ازاي؟ ان انا فورا اتصل واقول انا هساهم معاكم يا جمعيه البر والتقوى في هدوم المدارس وفي الشنط وفي الاستعداد للمدارس. جميل. طيب يعني اعتقد انه كفاله طلب العلم دي تندرج تحت ايه فك الكرب، وتندرج تحت ايه تاني؟ يعني كل ابواب الخير، ادخال السرور، مساعدة على التعلم، ان انا دلوقتي يعني بمنع عنه شر هيلاقيه لو هو ساب المدرسة وابتدى ان هو يبعد عن التسريب من التعليم. كل ابواب الخير وفك الكرب عن اهله، لا يعني كل حاجة. هو مثلا هو قاعد في المدرسة، تخيلي كده الوالدة هتدعي للي كان السبب في انه يجيب للابن المستلزمات بتاعت الدراسة. شوف يعني انا خلصت وعملت الخير وممكن اكون نسيته، لكن دعوات اولياء الامور بتوصل لي. الطلاب يمكن الاكبر شويه المدركين، يعني هو بيدعي للي كان السبب ان هو بالظبط كده على حد تعبيرهم زي ما شفنا ان هو ستره وهو رايح المدرسه. لا يعني بصي حضرتك خير كبير من طبعا كل اتجاه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره سماح عزب، استاذه التفسير وعلوم القران الكريم. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه، اشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله.